طيب أستاذ سامح، يعني حضرتك الكبير وكواليس المسابقة، أعتقد فكرة التنافس في حفظ وتلاوة القرآن الكريم مش سهلة أبداً، وأكيد حتى المشاركين فيها كمان كلهم يعني مستوى جيد جداً، وفي منافسة تبقى قوية، خاصة المسابقة مش محلية فقط. لو حضرتك تكلمنا عن الكواليس، كواليس المسابقة. في البداية المسابقة يعني تشمل فروع كتير من القرآن، مش ليس حفظ القرآن فقط، حفظ القرآن بتجويده، فهم معانيه، الكلمات الصعبة اللي موجودة في المصحف، علاوة على مقاصد السور، السورة دي عشان إيه وإيه هدف السورة دي، مثلا سورة بتتكلم عن التوحيد الخالص، سورة بتتكلم عن المنافقين، سورة بتتكلم عن القتال، سورة بتتكلم عن المواطنة، ففي كل سورة ليها مقصد. ده كان برضو جزء في الامتحان. في برضو التفسير، كان بيجيب لك مثلا سؤال تفسير ايات معينه، يقول لك المقصود بالايات ديت واشرح وتكلم عنها، ممكن ايه نزلت في صحابي، ايه نزلت بتتكلم عن هدف معين. فالمسابقه مش عشان الناس تفهم، يعني حتى فرع الاسر القرانيه بيتضمنها كل الاسئله دي. كل الاسئله دي بتبقى في الامتحان في التحريري، وفي الاخر برضو يعني امتحان شفوي. علاوه على ذلك ان المسابقه كان فيها ناس يعني ايه متخصصه، فيها ناس مثلا، كان في ناس مثلا منهم في لجنه المصحف طالب، محكمين، لا ناس متسابقين، مقرين كلية علوم القرآن وكل حياته في القرآن. صعب المنافسة أكتر. صعب طبعًا. المنافسة. علاوة على إن كان في ناس أئمة وخطبة، وإحنا طبعًا ليسوا أئمة، إحنا مش تخصص أزهري خالص على فكرة. مفهوم. إحنا كلنا تعليم عادي، أنا ومحمد وليد تعليم عادي مش أزهري. أنتوا أول مرة تشتركوا في المسابقة؟ لا إحنا اشتركتوا قبل كده؟ لا، المرة اللي فاتت اشتركنا، فكانت أول مرة تعمل مسابقة، وكانت تاني مرة لي. المرة اللي فاتت اشتركنا. فما حصلناش على اي مستوى يعني. يعني كنا دخلنا كم امتحان كده بس ما وصلناش للنهايه. اسره برضو ولا كنتوا دخلتوا في فرع من الفروع الثانيه؟ لا كان اسره برضو. اسره برضو. فالسنه دي الحمد لله يعني ايه دخلنا يعني تصحيح نيه. خلاص بقى، لا انت تعديت بقى. وجود الناس اللي معاك برضو حفزتك ان انت، ففي كان في ناس ائمه وخطبه، والناس الائمه والخطبه كل حياته في التفسير والقراءه كان شغال برضو اساتذه معاه، وفي ناس كان في استاذ مساعد في التفسير كان داخل برضو باسرته. طبعا ده صعب المنافسه اكيد. علاوه على ان الامتحان نفسه صعب، الامتحان التحريري خاصه صعب. طب خلي بقى الاستاذ محمد يحكي لنا بقى عن الامتحان التحريري. لا الامتحان التحريري ده امتحان لوحده حكايه. استاذ محمد حضرتك اصغر واحد. يعني الامتحان التحريري كنا بندخل مثلا، هو كان كله متشابهات، مش مثلا جزء معين وتبدا بيه، لا هو مثلا كلمه معينه في المصحف موجوده كذا موضع، تجيبها وبالترتيب، يعني مش بترتيب الصور طبعا. يعني كل ما تكتب بالترتيب تاخد الدرجه، الموضع ده قبل ده قبل ده، وتكتب بعد كده مثلا 10 ايات بعد كل موضع. ده طبعا صعب لان الموضع اللي انت هتكتبه حضرتك هيدخلك تاني في متشابهات تانيه بعد الايه اللي انت جايبها. يعني ده هيدخل يعني امتحانات طبعا صعبه جدا. طيب استاذ وليد، يعني زي ما سمعنا من استاذ سامح، اشتركت في المسابقه النسخه اللي فاتت، واشتركت كمان النسخه دي، واستعديتوا بقى في الفتره دي، الاستعداد كان شكله ايه بقى؟ النسخه دي كان لها كواليس ثانيه جدا تختلف عن اللي فاتت، كان في استعداد، كان ما كناش ندرك يعني كميه المنافسه او الاسئله اللي تتعرض ليها. انا بشكر وزاره الاوقاف ومعالي الوزير على الامتحانات اللي بتتحط في القران، تخلي الانسان دايما يكون في مراجعه ومداومه للقران، وده صنع شيء جميل جدا في مصر في بلدنا. يعني بحس ان الائمه مستواهم مرتقى جدا، الناس المحفظين انشاوا مراكز لتحفيظ القران. كل ما تلاقي ان المنافسه قويه والامتحان شديد، انت بتلاقي نفسك لازم تكون مستعد جدا، ممكن من قبلها بفتره جامده. ده لو عن ذلك لما بتكون اسره، يعني تلاقي كل البيت كله، يعني كل شغلنا تواصل على الواتس مثلا، اتصال، قاعدين مع بعض، رجعت ايه، قرات ايه، واحد جاله موضع معين، كل ده كان له دور. ما انساش بقى الجزء بتاع التفسير، ده مهم جدا. يعني بيغير اتجاهك لحاجات تانية، او ممكن تكون انت فاهم فهم خاطئ لايه او معنى كلمه معين، صح، ده بيخليك ان انت تقرا، ومش هتقتصر القراءه على الامتحانات بس، لا ان انت بتتطلع ان انت تتعلم اكتر وتفهم اكتر، وتفهم مش أكتر. انت بس اللي تفهم كمان، اكتر من تفسير، ممكن بدون منافسات. يعني بيحط، يعني معالي الوزير بيحط الناس وشباب يعني على الطريق ان انت لازم، لا تفهم الصح، يعني ما بقاش حافظ القران كده وخلاص. لا طالما انا كنت فاهم غلط، لا انا ابحث على بقيه الحاجات وابحث على كل حاجه. طب احنا عندنا كم اسره في المسابقه؟ وكان متقدم 51 اسره في التصفيه الاوليه على مستوى الجمهوريه.
طبعا كان مع كميه الامتحانات كان اخر تصفيه كانوا 10 اسر، بعد كده معالي الوزير خلاهم 7 اسر، بعد كده ان دخلنا التصفيه النهائيه كانوا 7 اسر. كانوا 5 اسر. الاسره مكونه من اب، قد يكون اب واثنين ابنائه او ثلاثه اخوات او واحد ولاده، وينفع ثلاث اخوات ينافسوا اسره كامله من اب وام وابناء؟ أيوة، ولا برضه لازم يكونوا ثلاثه بس؟ هو اسم المسابقه اسره، ممكن مثلا ثلاثه اخوات او واحد ولاده بس العدد العدد ما يقلش عن ثلاثه.